أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام إلى نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية كالعادة مع أبرز العناوين. محافظ حضرموت يرأس الاجتماع الدوري الأول للمكتب التنفيذي بساحل حضرموت للعام الجاري. لجنة الحوار والتواصل بالمؤتمر الجامع تعقد اجتماعها الأول مع القوى والشخصيات الحضرمية. هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزع مساعدات على أهالي الديس الشرقية. كانت هذه أبرز العناوين وإليكم التفاصيل، أهلا بكم. رأس محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم الاجتماع الدوري الأول لعام 2019 للمكتب التنفيذي بساحل حضرموت لاستعراض ومناقشة التقرير الإحصائي الأمني ووزارة الأشغال العامة والطرق وصندوق النظافة والتحسين والهيئة العامة للاستثمار ونشاط الإذاعات المجتمعية بساحل المحافظة. وخرج اجتماع المكتب التنفيذي بعدد من القرارات والتوصيات، حيث قدر الدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في ساحل حضرموت والتركيز على التوعية والتوجيه المعنوي، وحي الدعم الكبير لقطاع الأمن والشرطة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة ودعم مكتب الأشغال العامة والطرق من قبل السلطة المحلية وتقديم تصور لتطوير عمل الأشغال وتدريب الموظفين، وعلى إدارة صندوق النظافة الاهتمام بالموارد المالية وضبط أصول الصندوق بصورة نهائية ورفع مستوى الإشراف على الإذاعات المجتمعية وتقييمها وضبط الترددات للإذاعات وتشديد الرقابة على الإذاعات المجتمعية ومراقبة محتوياتها. اطلعت السلطة المحلية بالوادي والصحراء اليوم على مشروع الأمن الغذائي الممول من برنامج الأغذية العالمي والذي ينفذه إتلاف الخير للإغاثة الإنسانية بحضرموت. وتعرفت السلطة المحلية من ضابط المشروع بوادي حضرموت عبد الله جميل على إجمالي المستفيدين من المشروع، والبالغ عددهم أكثر من 15,000 أسرة من مديريات شبام والسوم وتريم والقطن والعبر وسيئون. وأكدت السلطة بأنها ستقدم الدعم والتسهيلات اللازمة لنجاح المشروع، داعيا جميع المؤسسات والمنظمات لتكثيف نشاطها الإغاثي لمساعدة المواطنين والتخفيف من معاناتهم في ظل الظرف الراهن. التقت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت اليوم في مدينة سيئون بعضوي مجموعة أصدقاء الصحة باليمن المقيمين ببريطانيا الدكتور مبشر تشاوردي والدكتور أسامة السقاف. وتطرق اللقاء إلى استعراض أعمال جلسات مؤتمر التعليم الطبي باليمن الذي نفذته مجموعة أصدقاء الصحة باليمن المقيمين ببريطانيا بالتنسيق مع إدارة مكتب وزارة الصحة العامة والسكان خلال الأيام الماضية. وخلال اللقاء أوضحت السلطة المحلية بالوادي والصحراء أنها تولي القطاع الصحي أهمية كبيرة وتعمل جاهدة لتحسين جميع الخدمات الصحية وفق الإمكانيات المتاحة، مثمنا جهود مجموعة أصدقاء الصحة باليمن على اهتمامهم بتأهيل وتدريب الكادر الصحي. وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا والمواضيع المتصلة بمجالات التنسيق المشتركة بين المجموعة ومكتب الصحة بالوادي والصحراء. وقع اليوم بمدينة سيئون اتفاقية لتنفيذ مشروع النقد مقابل العمل الممول من المنظمة الدولية للهجرة والذي ينفذه إتلاف الخير للإغاثة الإنسانية بمدينتي المكلا وتريم بمحافظة حضرموت. ويهدف المشروع الذي يبلغ إجمالي عدد المستفيدين منه 350 مستفيد بواقع 200 مستفيد من مدينة المكلا و150 مستفيد من مدينة تريم إلى دعم صمود المجتمعات والفئات المهمشة والنازحين من خلال الدعم النقدي مقابل العمل. ويتضمن المشروع على مدى 4 أشهر إزالة الأنقاض ومخلفات الهدم والقمامة
التي خلفتها الحروب والأعاصير الأخيرة. جرى اليوم بسيئون الاتفاق على إزالة مخلفات البناء والأشجار المعيقة لحركة المرور عند مداخل مدينة سيئون الشرقية والغربية بهدف إظهار الصورة الجمالية للمدينة ولاستيعاب حركة المركبات المختلفة والمتزايدة في الفترة الأخيرة. كما جرى في لقاء السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت ومدير عام سيئون التأكيد على أهمية تنظيم الأسواق العامة في مدينة سيئون ومراقبة مدى الالتزام بالإجراءات المتعلقة بهذا الخصوص وتفعيل اللوائح والأنظمة المخصصة لذلك. وكلف اللقاء مدير عام سيئون برفع تقرير متكامل لزيادة فاعلية الإدارات الخدمية بالمديرية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين عن سداد رسوب مستحقات مؤسسة الكهرباء والبدء بكبار التجار بمساندة الأجهزة الأمنية. وجهت السلطة المحلية بمديريات وادي وصحراء حضرموت بتوفير مختبر حاسوب متكامل ومصلى واستراحة الطالبات بكلية المجتمع بمدينة سيئون ومشروع دعم البناء المؤسسي لعمادة الكلية. وأشادت السلطة المحلية خلال لقائها صباح اليوم بعميد كلية المجتمع الأستاذ المساعد عبد القادر الكاف بجهود عمادة وكوادر الكلية في استقرار العملية التعليمية وسعيهما المستمر لتطوير الكلية، مؤكدا دعمها لمشاريع الكلية الاستراتيجية. واطلعت السلطة المحلية على استعدادات كلية المجتمع لفتح تخصص نظم المعلومات الإدارية في المجمع الأكاديمي بمنطقة بروج بمديرية القطن في العام الدراسي المقبل لتوفير مقاعد تعليمية لطلاب وطالبات المديريات الغربية من وادي حضرموت، بالإضافة إلى اعتماد صرف مستحقات الهيئة التدريسية لمرة واحدة تقديرا من السلطة المحلية بوادي حضرموت بجهود الكادر الإداري والتدريسي. عقدت اليوم بمدينة المكلا لجنة الحوار والتواصل مع القوى والشخصيات الحضرمية التي أقر تشكيلها في دورتها الرابعة للهيئة العليا لمؤتمر حضرموت الجامع، اجتماعا لها بحضور رئيس المؤتمر الشيخ عمر بن حبريش. وناقشت اللجنة آليات تطوير دور مؤتمر حضرموت الجامع وتحقيق الشراكة الفاعلة التي تعزز من اللحمة الحضرمية وتماسكها لما يخدم حاضر ومستقبل حضرموت وتطلعات أبنائها في العيش الكريم والحياة الآمنة والمستقرة. تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون سير الدراسة بمدرستي خالد بن الوليد و26 سبتمبر بمنطقة فوة بمديرية مدينة المكلا. واطلع الوكيل عبدون على أداء المعلمات في داخل قاعات الدرس والتأكد من عملية التصحيح المستمرة لدفاتر إجابات التلاميذ والتلميذات ومدى الإشراف اليومي على العملية التدريسية من قبل الإدارة المدرسية. وخلال جولته التفقدية أكد وكيل التربية والتعليم على أهمية المتابعة المستمرة والتوجيه الدائم للمعلمين والمعلمات ومعرفة مدى ما استقطع من المقررات الدراسية وفق خطة التقويم المدرسي الوزاري، محفزا التلميذات والطالبات بضرورة بذل جهود مضاعفة في التحصيل العلمي، موجها أثناء لقائه بإدارتي مدرستي خالد بن الوليد و26 سبتمبر والطاقم التعليمي فيهما بتوفير بعض الاحتياجات والمستلزمات المدرسية التي ستسهم في تحسين الواقع التربوي والتعليمي بالمدرستين في الأيام القادمة. تمكنت الأجهزة الأمنية في مدينة المكلا من القبض على المتهم بجريمة قتل وقعت في منطقة بويش خلال أقل من 24 ساعة من تلقيها بلاغ الجريمة. وأعلن مدير البحث الجنائي بساحل حضرموت العقيد ياسر العامري عن نجاح الأجهزة الأمنية من القبض على متهم بجريمة قتل مواطن، وذلك خلال وقت قياسي من تلقيها للبلاغ من المواطنين. وأوضح بأنه بناء على بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية
عن وجود المجني علي داخل شقته ولم يغادر منها لمدة 3 أيام. تم النزول لأفراد الأمن بمعية الأدلة الجنائية والتحقيقات والتحريات ووكيل نيابة شرق المكلا إلى الموقع واستكمال إجراءات المعاينة التي قادت وبتعاون المواطنين على القبض على الجاني. ووجه العقيد العامري الشكر لكل المواطنين الذين يبدون حرصا كبيرا في إبلاغ أجهزة الشرطة والتعاون معها في كشف كثير من الجرائم المرتكبة. تفقد المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير التميمي إدارة الأمن والشرطة بغيلبة وزير. وخلال الزيارة اطلع العميد التميمي على مدى التزام الأجهزة الأمنية والشرطوية في المديرية بالتوجيهات والخطط الأمنية من الإدارة العامة للأمن بالمحافظة، مستمعا من مدير أمن الغيل الرائد أحمد الجمحي إلى شرح المفصل عن الأوضاع الأمنية المستقرة والنجاحات التي تحققت خلال الأشهر الماضية. وثمن العميد التميمي الجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة الأمن بغيلبة وزير من ضبط الأمن وحفظ الاستقرار. وفي سياق متصل دشن مدير أمن وشرطة ساحل حضرموت الحملة التوعوية والإرشادية للسلامة من الحرائق تحت شعار سلامة أطفالنا غايتنا التي تنفذها إدارة الدفاع المدني في ثانوية الفقيد باوزير بمديرية غيل باوزير. التقى مدير عام مديرية مدينة المكلا المهندس عوض أحمد بن هامل بمعية عدد من رؤساء وممثلين للأحياء المضيفة للاجئين الصوماليين بممثلين عن منظمة إنترسوس للاجئين. وناقش اللقاء جملة من الملفات المتعلقة بأحوال اللاجئين وتقديم التسهيلات لهم من قبل السلطة المحلية بأماكن تواجدهم بالمديرية. وتطرق اللقاء إلى الدور الهام للجان المجتمعية بالأحياء السكنية المضيفة للاجئين الصوماليين لإنجاح مشروع العودة الطوعية للاجئين الصوماليين إلى بلادهم عبر البرنامج الذي ترعاه المفوضية السامية للاجئين الصوماليين وتنفذه منظمة إنترسوس لترغيب المواطنين الصوماليين بالعودة إلى بلدهم. هذا وأقر الاجتماع جملة من المخرجات الرامية لتقديم كافة التسهيلات للأشقاء الصوماليين من أجل حثهم على العودة إلى ديارهم. قام مدير عام هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت المهندس صلاح بابحير بزيارة مديرية الديسة الشرقية، التقى خلالها بالمدير العام الأستاذ ماهر باوزير للاتفاق على بروتوكول عمل مشترك في مجال الاستثمارات المعدنية والدراسات الجيولوجية. وأكد الاجتماع إلى ضرورة ربط المديرية بالهيئة في مجال التنسيق وتفعيل اتفاقية تنمية المجتمع المحلي بنطاق الامتياز المستثمرين وشركات التعدين ومناقشة الدراسات الأولية لمشروع الميناء البحري بما يخدم المصلحة العامة للمحافظة والوطن. وعقب ذلك قامت قيادة الهيئة وقيادة المديرية بالنزول الميداني إلى موقع رأس بغشوة والقرن ورأس شرمة للاستكشاف عن ثروات المديرية. وخلال النزول أوضح المهندس بابحير أن مديرية الديسة الشرقية تحتضن خامات من الصخور الصناعية والإنشائية بمساحات شاسعة تؤهلها لإقامة مصانع الإسمنت والصناعات التحويلية المتعددة، داعيا إلى جلب المستثمرين بالمديرية واستدعاء جميع المستثمرين المخالفين العاملين في نطاق المديرية وتصحيح أوضاعهم وتفعيل رسوم اتفاقية تنمية المجتمع المحلي، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء بشأن دراسة الصلاحية الجيولوجية للمشاريع الاستراتيجية والتخطيط العمراني. نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دورة الإسعافات الأولية في مديريات المكلا والشحر وتريم بمحافظة حضرموت، واستفادت منها 40 معيلة من معيلات الأسر، وذلك ضمن البرامج التدريبية بقطاع التدريب والتأهيل المهني بمشروع تحسين سبل العيش في اليمن ضمن قطاع التدريب والتأهيل المهني في محافظة حضرموت. إلى ذلك وزع مركز الملك سلمان
837 سلة غذائية لأكثر من 5000 مستفيد في المكلا. السيدات والسادة، بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، وهاكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. محافظ حضرموت يرأس الاجتماع الدوري الأول للمكتب التنفيذي بساحل حضرموت للعام الجاري. لجنة الحوار والتواصل بالمؤتمر الجامع تعقد اجتماعها الأول مع القوى والشخصيات الحضرمية. هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزع مساعدات على أهالي الديس الشرقية. وبالتذكير بالعناوين مشاهدينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.